عودة بعد غياب امتد لعامين. سيعود هؤلاء الطلاب في المرحلة الابتدائية لحمل حقائبهم والبدء في الانتظام بالدراسة الحضورية. مع هذه العودة كثفت الصروح التعليمية من استعدادها لاستقبال قرابة 3 ملايين طالب وطالبة بحزمة من الإجراءات الاحترازية. متحمس أني أرجع المدرسة، وإن شاء الله حقابل أصحابي وحقابل المعلمين، ومرة متحمس إن شاء الله أنه نرجع دي السنة المدرسة، عشان لينا أكتر دحين من سنة ونص وإحنا أونلاين، وإن شاء الله بإذن الله أنه نرجع المدرسة دي السنة. متحمس للمدرسة، وحشوني أصحابي ومعلميني، واشتقت لأني ألعب كرة سلة، وحشوني أصحابي يوسف وباسم وعمر محمد. تطبيق للتباعد وتنظيم لآلية الحضور مع استمرار للتعليم عبر المنصات المختلفة، ومعها تستقبل مراكز اللقاح الأطفال من سن 5. حسب الدليل الإرشادي الصادر من وقاية تابع لوزارة الصحة، لا يشترط تحصين الطلاب لمن أعمارهم أقل من 12 سنة. في المقابل جميع الطلاب والموظفين والمعلمين الموجودين عندنا في المنشآت تم إكمالهم الجرعتين، و70% تم أخذهم الجرعة الثالثة المعززة. تتخذ مدارسنا وكافة المنشآت التعليمية كافة الإجراءات الاحترازية الواردة من وزارتي الصحة والتعليم. في البداية ندخل الطلاب إلى الفصول مباشرة مع إلغاء الاصطفاف الصباحي، نأخذ درجات الحرارة والتأكد من لبس الكمامات، نتأكد كمان أنه ما عندهم أي عرض من أعراض كورونا كالحرارة أو الكحة والزكام إلى آخره. بتنظيم مختلف للفصول الدراسية وللأنشطة تضمن تمكن الطلاب من العملية التعليمية وفق المتطلبات الاحترازية والدليل التشغيلي الذي أصدرته وزارة التعليم، مع تكثيف دور التوعية بالتعامل مع الدراسة الحضورية بأسلوبها الجديد. سامي جميل، MBC، جدة.